طريقة تتعاملين بها مع منشور على فيسبوك من دون أن تكتبين كلمة واحدة. أمسحه. من أسماء الحب. حبيبي. أشياء نستخدمها للوقاية من الغرق. نجادة. من مكونات الخبز. طحين. من أندية الجنوب يلعب في الدوري. الزوراء. شكرا جزيلا. الزوراء مو بالجنوب. خلي نشوف الدرجات اللي جبتيها. خلي نشوف الدرجات اللي جبتيها من خلال إجاباتك على الأسئلة الخمسة. السؤال الأول كان طريقة تتعاملين بها مع منشور على فيسبوك من دون أن تكتبين كلمة واحدة. قلتي أمسحها أمسحها وأمسحها. صفر. ها؟ هذا البداية صفر. لا يا ستار لا تحكي. السؤال الثاني من أسماء الحب قلتي حبيبي وأيضا حبيبي. خطأ. ليش؟ لأن أسماء الحب غير مو حبيبي. بعدين لما يجي مروان راح نقول. السؤال الثالث أشياء نستخدمها للوقاية من الغرق قلت النجادة. والنجادة النجادة صح. 32 نقطة. السؤال الرابع من مكونات الخبز قلت الطحين. والطحين أيضا من مكونات الخبز. ويطيش درجة جيدة. 30 نقطة. ممتاز. 62 نقطة لحد الآن. السؤال الخامس من أندية الجنوب يلعب في الدوري قلت الزوراء. والزوراء خطأ وأخذت صفر. هذا الكمبيوتر دي يشتغل مو أنا. قلت لك أنا ما عندي أجوبة بس أخمن. يعني الزوراء بغداد أكو غير فرق وغير نوادي.